انا يوم السبت اللي فات عملت مقالة في المصري اليوم هل تؤدد الازمة الروسية الاوكرانية السلام مع بداية العام؟ احنا النهاردة العالم كله منتظر وهنشوف بعد كده العملية دي ممكن تأثر علينا مصر لك علينا هنشوف دلوقتي ازاي. نعم خلاص. فبالتالي احنا قلنا الكلام ده وقلنا ان طبعا في احتمالات كتيرة انها تتأدب. الولايات المتحدة امبارح حولت الموضوع ده الى مجلس الامن. كانت خناقة في مجلس الامن. نعم. روسيا بتقول لك او اسف لو اقولها كده ردح بيردحوا البعض. بالظبط. امريكا بتقول لك انتوا عاملين كده وانا هحط عقبات. بعد كده هنلاقي ان امبارح ما طلعتش اي قرارات في هذا الكلام. لكن واشنطن قالت ان انا لو روسيا هجمت اوكرانيا انا هفرض عقوبات. وده هنا بقى بند جديد. اذا معنى كده ان امريكا لن تتدخل عسكريا ولا الناتو. اذا الناتو مش هيتدخل ولكن اوكرانيا لو حصل ليها هجوم هتحصل عقوبات كبيره. امال الصواريخ اللي بعتينها والناس اللي بعتينها لا 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 دي كلها طبعا تهويش. لا حاجات صغيره. اسلحه مضاده الدبابات. ده معناه انه مش ممكن يبقى في تدخل عسكري. لا لا طالما اتكلموا على عقوبات اقتصاديه. ما هو بالظبط امريكا لن مواجهه عسكريه. امريكا لن تتدخل ولا الناتو. ليه؟ طبعا ايه المخاوف؟ بص مش اي دوله تخش معركه عسكريه النهارده. النهارده جو بايدن عنده كمان 3 سنين انتخابات. نعم. خش عشان اوكرانيا انت عسكريه؟ لا خش وانا هقدر اتصرف معاك. طبعا حلف الناتو. نعم. برضو بيقول لك ان انا اتفادي الاصطدام مع روسيا. النهارده بايدن قال لك ان انا السي اي قالت له ان الشهر الجاي اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي فبراير منتصف فبراير ممكن تتم العمليات الغزو. ولكن زي ما بقول لك بيتكلموا على الجو بيتكلموا على الجليد وعلى انه يضيع الكلام. بريطانيا امبارح قالت وزيره الخارجيه بريطانيا قالت ان احتماليه الغزو احتمالات كبيره. هنا وقفه بقى. طب قبل الوقفه معلش قبل الوقفه دي الروس سواء في مجلس الامن او وزير الخارجيه اتكلموا انه لن يكون هناك اي غزو لاوكرانيا وانه ده لعبه اوروبيه امريكيه عشان يفرضوا عقوبات على روسيا. بيقولوا كده. انما اللعبه في ايد مين النهارده؟ امريكا. لو امريكا دفعت قوات في اوكرانيا الروس مش خلاص هتخش. انما النهارده الروس عايزه تحل الموضوع وعايزه توقيع كتابي من امريكا مش هتدخلوا قوات في اوكرانيا الفتره اللي فاتت ولا هتضم اوكرانيا لحلف الناتو. قالوا لهم مش شغلتكم. مش شغلتكم. قالوا لهم كده. ايوه طبعا. فالنهارده هي الموضوع ديبيت. مين بقى اللي هيقعد لحد الاخر؟ طب نسيب القصه دي ونيجي على جنب. روسيا النهارده بتتحكم في اوروبا 40% من الغاز لاوروبا. جو بايدن قال لك الله طب افرض النهارده دخلنا في بتاع دوت وراحت روسيا قافله علينا المحبس. اوروبا هتعيط. طب العمل المانيا امبارح عملت ايه؟ اولا انجلترا بعتت شويه صواريخ. امريكا بعتت. عارف المانيا بعتت ايه؟ لان المانيا هي اكتر واحده متضرره. خوز الله ينور عليك. النهارده كل السوشيال ميديا في اوروبا قاعده بتتريق على المانيا. بقى انا اوكرانيا بتتهاجم وتبعتوا لي 4000 خوذة. خوذة المهم المشكله النهارده مصالحهم مصالح المانيا مصالح الغاز. المانيا الغاز. المانيا هتموت. نبص على اللوحه الثانيه. روسيا عامله خط انابيب نورد ستريت 2 بتوصل الغاز من روسيا في بحر البلطيق لالمانيا. ومن المانيا هتطلع اوروبا. نعم. اذا 40% من الغاز اللي واخداه اوروبا واخداه منين؟ روسيا. من روسيا. طبعا روسيا برضو مش عبيطه. راحت عامله خط تاني في اللوحه الثانيه اللي هو هيطلع من تركيا. خط من تركيا روسيا خش على تركيا. هقول كده حته اعتراضيه في النص. لو الفتره اللي جت لقيت ان تركيا بتماين مع روسيا عشان الخط ده مش عايزه تخسره. فلوس. واخد بالك مني؟ الفترة اللي جاية هتماين مع روسيا وهتسمح وتغمض عينيها بشوية حاجات عشان الخط ده يمشي. تركيا ما طلعتش أي تصريح يتعلق بحاجات عسكرية خالص ولا دعمت حلف الناتو ولا دعمت حلف الناتو. خلاص يبقى عشان الخط ده بالظبط. نعم. الدنيا قامت. جو بايدن امبارح قعد قال لك الله هو احنا هنحط رقبتنا تحت ايد روسيا تحت ايد روسيا؟ نعم.
فبدا يفكر طب هنعمل ايه؟ البدايل. البدايل الله ينور عليك. عايزين غاز. عايزين غاز. اول حاجه قال لك قطر. نعم. باعتبارها رقم واحد. باعتبارها رقم واحد. طبعا. بعد جاب غاز مسال. بعد جاب مين؟ أمير قطر امبارح. كانت زياره مفاجاه. ما عملوش الا قبلها بساعات. بعد جابه. بعد جابه. مش هما قالوا وطبعا قطر قعدت تقول لك اول رئيس عربي يروح يزور امريكا. نعم. بعد جبته. المفاجاه بقى. مصر دخلت في الموضوع. مصر. النهارده لسه النهارده. عشان كده المفروض.